في قطاع غزة 123 يوما على التوالي، واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لكل المدنيين في قطاع غزة، الكوادر الطبية الصحية الدفاع المدني الهلال الأحمر المواطنين الصحفيين، لا أحد بمسلم من نيران الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول جاهدا طمس الصوت والحقيقة والصورة من قطاع غزة، ويعني جرائم عديدة ومتنوعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة. حرمان المصابين أصلا من تلقي العلاج هي طريقة موت أخرى ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق المصابين سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، استخدام القوة المميتة واستخدام سياسة الاضطهاد بحق حتى المصابين. هذا ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة. نتحدث عن وحشية مستمرة، عنف مستمر يواجه أهل القطاع ولا سيما المصابين الذين يمنعهم الاحتلال الإسرائيلي من تلقي العلاج. تحذيرات دولية من استهداف أيضا المصابين بعدم تلقيهم العلاج، وهذا أكيد يؤدي إلى ارتفاع حصيلة الشهداء. نتحدث أكثر حول هذا الموضوع، تنضم إلينا على الهواء مباشرة السيدة بدور حسن، الباحثة في منظمة العدل الدولية. أهلا بك أستاذة بدور معنا. منظمة العفو الدولية. نعم. صباح الخير لي ولجميع المستمعين والمستمعات. أهلا وسهلا فيك أستاذة بدور. ونحن نتحدث فعليا عن آليات موت كثيرة ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة، يعني نتحدث وإياك عن المخاوف من استمرار هذه الهجمة الكبيرة على القطاع في اليوم 123 على التوالي، وانتهاج سياسة الموت البطيء بحق المصابين في قطاع غزة. تماما، يعني لا شك أن ما نوثقه في منظمة العفو من انتهاكات تحصل في غزة، ولنبدأ في غزة قبل أن ننتقل إلى الضفة، يشمل طبعا الاعتداءات المستمرة على القطاع الصحي، مما في ذلك الاعتداءات على المستشفيات، قصف المستشفيات، تحويل والتعامل مع المستشفيات وكأنها أهداف عسكرية مشروعة، وانتهاك الأوامر المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بتوفير المساعدات الإنسانية من خلال منع وصول الأدوية اللازمة. تحدثنا مع الكثير من المصابين والمصابات الذين كان من الممكن إنقاذ حيواتهم، أو كان من الممكن إنقاذهم من بتر أحد أطرافهم لو قدمت لهم المساعدة الكافية. تحدثنا مع مصابين ومصابات كان ينبغي أن يبقوا في المشافي لأشهر لتلقي العلاج الذي يحتاجونه، ولكنهم اضطروا إلى ترك المستشفيات بعد أيام قليلة لأن المستشفيات ببساطة غير قادرة على تحمل هذا العدد الهائل من المصابين، بالإضافة لكل أصحاب الأمراض المزمنة الذين كانوا بحاجة قبل الحرب إلى تلقي العلاج في الضفة أو في القدس، ومنذ بداية الحرب نتيجة للفرض الحصار الكامل هم لم يتمكنوا من هذا، لا يحصلون على الأدوية أو العلاجات التي يحتاجونها. وأيضا يعني ومن المهم أيضا أن نتذكر أن وضع القطاع الصحي في غزة بسبب الحصار غير القانوني المستمر منذ العام 2007 هو دائما كان وضعا كارثيا. نعم. يعني ومع ذلك الأطباء كانوا يفعلون قصارى جهدهم لتأمين العلاج اللازم، فما بالك بعد بداية الحرب وتدهور هذا الوضع واستهداف المستشفيات والأعداء ومنع دخول الأدوية والحصار، كل هذا بالتأكيد فاقم من سوء الوضع وحرم الألوف من المصابين من تلقي العلاج اللازم الذي يحتاجونه، بالإضافة إلى مرضى السرطان، مرضى السكري ومرضى الأمراض المزمنة. نعم، نتحدث عن عمليات قتل نوعا ما ممنهجة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المصابين سواء كان في الضفة الغربية أو حتى كما أشرت الأهم ممكن في قطاع غزة، منتهكا كافة القوانين الدولية ومحاولا يعني سفك الدم الفلسطيني بأي وسيلة كانت. اليوم نتحدث عن تصاعد في وتيرة العنف الممارس تجاه الفلسطينيين وانتهاك المزيد من القوانين الدولية. أين تكمن المخاطر في انتشار واعتماد سياسة الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطيني بأي وسيلة كانت؟
يعني في الأشهر الأربعة الأخيرة، سواء في يعني شاهدنا ازدياد الانتهاكات في كل مكان تفرض فيه السلطات الإسرائيلية نظام الأبارتايد، سواء ضد الفلسطينيين في 48، ضد الفلسطينيين في القدس، ضد الفلسطينيين والضفة أو في غزة. تختلف طبعا هذه الانتهاكات من ناحية كمية ومن ناحية نوعية. لا شك أن ما نشهده في غزة هو الأفظع والأصعب، ولكن مثلا على سبيل المثال في الضفة الغربية، منذ في أربعة في أقل من يعني في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، استشهد 299 شخصا في الضفة الغربية فقط. يعني هذه أرقام مهولة لم نشهد لها مثالا منذ بدأت الأمم المتحدة بتسجيل أرقام الشهداء في الضفة الغربية. نتحدث عن أعداد هائلة من الاعتقالات، نتحدث عن ظروف في السجون هي غير مسبوقة من ناحية استخدام التعذيب، من ناحية الاكتظاظ في السجون، من ناحية الخطر الذي يلحق، من ناحية الضحايا الذين يسقطون إما تحت التعذيب أو بالسجون أو لأنهم لا يحصلون على العلاج الطبي الذي يحتاجونه. هذا كله طبعا ينتهك الحق في الصحة الذي تنص عليه الذي ينص عليه العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وإسرائيلية طرف لهذا العهد. طبعا هو انتهاك صارخ لدور المستشفيات كأماكن محمية. إسرائيل لا تتعامل مع المستشفيات كأماكن محمية بناء على القانون الدولي الإنساني، وإنما تتعامل معها تحديدا بأنها أماكن مستهدفة، كما رأينا الأسبوع القادم في انتهاك المستشفى ابن سينا في جنين وتنكر وحدة من المستعربين بزي أطباء من أجل تنفيذ عملية اغتيال يبدو أنها بوضوح عملية اغتيال خارج إطار القانون، أي أنها إعدام ميداني. كل هذا يفاقم، وكل هذا يعني أن الفلسطينيين ليسوا بمأمن بصرف النظر عن مكان وجودهم، حتى لو كانوا في سيارات الإسعاف، حتى لو كانوا على الأرض مدرجين بدمائهم، حتى لو كانوا في المستشفيات. لا مكان آمن سواء في الضفة الغربية أو في غزة أو في كل مكان تفرض فيه السلطات الإسرائيلية نظامها، نظام الاضطهاد والهيمنة، لا مأمن من قمعها واضطهادها. نعم، اليوم نتحدث عن ما يزيد عن 8000 امرأة من بين الشهداء، نتحدث عن ارتفاع أيضا في حصيلة الشهداء برماتهم في قطاع غزة، ومنهم الأطفال اللي يسجلوا حصيلة كبيرة، وفي ظل استمرار يعني التقويض هذه الجريمة المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، يعني وفي ظل أيضا الصمت والتحركات الخجولة أمام ما يحدث في قطاع غزة رغم المشاهد و المروعة التي تصل من هناك، ما هو المطلوب في هذه المرحلة ونحن نتحدث عن 123 يوما متواصلا من المذابح والإبادة الجماعية المرتكبة في غزة؟ من المطلوب أولا وقف فوري لإطلاق النار، هذا ما تنادي به منظمة العفو الدولية منذ بداية الحرب. الطريقة الوحيدة لإنهاء سفك الدماء ولمنع استمرار ما نشهده هو أن يحصل وقف فوري لإطلاق النار، هذا كخطوة أولى، وقف فوري واستدام لإطلاق النار من أجل أيضا تمكين الجهاز الطبي في غزة من الوقوف، محاولة الوقوف على قدميه بعد هذا الاستهداف الممنهج. لا حل سوى وقف فوري لإطلاق النار، ولكن بالإضافة إلى هذا على جميع الدول التي توفر الأسلحة لإسرائيل وتقدم الدعم، تحديدا الدعم العسكري لإسرائيل، الكف فورا عن تقديم الأسلحة، لأن تقديم الأسلحة التي تستخدم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية هو حسب القانون الدولي مشاركة أو تواطؤ في هذه العمليات. والدول التي توفر الأسلحة لإسرائيل أيضا تتحمل وتجازف بمخاطرة إمكانية اعتبارها مسؤولة عن هذه الجرائم كونها متواطئة معها. بالإضافة إلى ذلك طبعا يجب فك الحصار، رفع الحصار فورا، وتمكين والانصياع لأوامر الأوامر المؤقتة والتدابير المؤقتة عفوا التي ألزمت بها المحكمة العدل الدولية إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات دون قيد أو شرط، تحديدا إلى مناطق شمال غزة
التي تئن تحت وطأة حصار يكاد يكون مطبقا، لا يسمح بدخول أي شيء حتى المؤونات الغذائية، وتسهيل دخول كل المساعدات الإنسانية. أنا تحدثت عن النساء، عن النساء اللواتي استشهدن، بالإضافة لذلك نتحدث عن نساء حوامل لا يتلقين العلاج أو لا يتلقين الرعاية الصحية التي يحتاجنها. نتحدث عن نساء مريضات بسرطان الثدي أيضا لا يتلقين العلاج الذي يحتاجنه. نتحدث عن نساء محرومات من أبسط احتياجاتهن كنساء، بما في ذلك الفروض الصحية، بما في ذلك أدنى شروط المعيشية، أدنى شروط النظافة في مدارس مكتظة بالنازحين والمهاجرين داخليا، من تهجير إلى تهجير. يعني هذه أيضا حرب على النساء تحديدا، لأنهن يعانين من كل هذه الظروف، وطبعا حرب على كل الشعب الفلسطيني رجالا ونساء وأطفالا، ولكن كل فئة من هذه الفئات تتعرض إلى شكل معين من أشكال الاضطهاد الذي تلحقه بها الظروف التي تفرضها القوات الإسرائيلية على الفلسطينيين. طيب أستاذة بدر، يعني نتحدث عن 123 يوما في ظل كل هذه الانتهاكات التي يعني أوردناها قبل قليل، ما رآه العالم لا يمكن لعقل أن يصدقه، انتهاكات لحقوق الإنسان، كوارث إنسانية بيئية وصحية وإنسانية في قطاع غزة، تحركات نوعا ما خجولة عن ما يجري في قطاع غزة، هناك بعض القرارات في محكمة العدل الدولية، هناك أيضا الكثير من الخطوات التي تقوم بها الكثير من المنظمات ومنها منظمة العفو الدولية. اليوم ما هو المطلوب فعليا من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة في ظل كل هذه الانتهاكات الممارسة؟ أنا أعتقد أن كل ما يمكن للمجتمع المدني وللجهة القانونية أن تفعله قد فعل، سواء كان من الناحية تقديم دعوة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، ولكن نعرف أن كل هذا ليس كافٍ. أعتقد أن من المهم جدا، ونحن نعلم لأن محكمة العدل الدولية لا تملك آليات لفرض قراراتها أو لا تملك آليات لمحاسبة من ينتهك قراراتها، هي تعتمد على حسن النية من طرفي النزاع أو من الطرفين المتخاصمين، ونحن نعرف أنه لا يمكن الاعتماد على السلطات الإسرائيلية لتقديم حسن النية. من الضروري جدا مواصلة الضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية من أجل إظهار مدى التقدم الذي حصل في الملف. يعني نحن نعرف المحكمة، محكمة الجناية الدولية، اعترفت بأن لها ولاية قضائية على ما يحصل في فلسطين. فتح الملف قبل عامين، نحن عما قريب سنحيي الذكرى السنوية الثانية لفتح الملف، ومع ذلك لم يحصل أي تقدم ملموس في الملف. نطالب مكتب المدعي العام بتسريع تقديم لوائح اتهام وأيضا مذكرات توقيف ومذكرات اعتقال بشأن من يشتبه بارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. المحكمة الجنائية الدولية هي الجسم الدولي الوحيد الذي بإمكانه تفعيل آليات محاسبة، لديه أسنان يمكنه من خلالها تفعيل آليات. بالإضافة إلى ذلك نطالب كل الدول في العالم التي تملك ما يسمى بالولاية العالمية أو Universal Jurisdiction تفعيل هذه الآلية، من أجل لأن هذه الجرائم هي ليست جرائم فردية. نتحدث عن ما ترتكبه إسرائيل هو جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وبالتالي الأفراد الذين يرتكبون هذه الجرائم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية قاطبة، ولكل دول تملك هذه الآلية أي آلية الولاية العالمية الحق في محاسبة هذه الأفراد، الحق في تقديم حتى لو لم يكونوا مواطنين فيها. رأينا تطبيق هذه تفعيل هذه الآلية بحق مشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب في أماكن مختلفة بالعالم، رأينا ذلك في بلجيكا مؤخرا ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا، رأينا ذلك في ألمانيا. إذن الدول في غياب أو في ظل تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن تأدية دورها أو البطء الشديد الذي يعني هو مسيس بطبيعة الحال، الدول تستطيع أيضا، محاكم الدول التي تملك استقلالية وتملك موضوعية يمكنها أيضا أن تلعب وتمارس دورها. وما نراه طبعا في ظل أيضا تقديم دعوة جنوب أفريقيا هو مهم، هو ليس كافيا، لأننا نعرف أيضا يعني مع كل ما نريد أن يعني نحاول تغيير هذا الواقع أن القانون الدولي هو مسيس. يعني القانون الدولي بالنهاية إمكانية تطبيق معايير القانون الدولي خاضع للكثير من الأمور، أحد هذه المواضيع هي موقف الولايات المتحدة من الصراع.
نعم، شكرا جزيلا لك يا سيدة بدور حسن الباحثة في منظمة العفو الدولية على وجودك معنا هذا الصباح، أشكرك. عفوا لك، شكرا جزيلا.